كرة القدم دي فنو لعب بين السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذة تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي يلا اهلا بكم وحلقة جديدة من ستارز أوف فانتسي. النهاردة معنا الثعلب العالمي في الحلقة قبل الأخيرة. يا عالمي فرق نقطة اه 50-49 لا 53 بس واضح ان فين ده عامل شغل كويس الاسبوع ده. لا رؤى كتبها 50 بس هي 53. ليه زودت 3 دول منين؟ والله جالي بونص الشغل ما عند مين اتعلم رينولد جالي بونص ده اسبوعين على فكره اسبوعين انا كاسب الاسبوعين انت كاسب الاسبوعين يعني هو دلوقتي بس انت ممكن انت فاضل اسبوع. لا احنا دلوقتي متعادلين. ايوه لا هو دلوقتي 46-40 لا لا الفرق 2 راوندز 49-50 وانا مسابقه في 2 راوندز فخلاص كده متعادلين. لا لا يا حبيبي ماشي. ايوه ماشي 46 ده على قديمه. ماشي انا بقول ان انا مسابقك في 2 راوندز يبقى كده تعادل. لا عشان كنت سابقك زمان في 5 راوندز ماشي خلاص يبقى كده تعادل. كده تعادل تعادل اللي يكسب الجايه بقى ربنا يكرمه فيها وانا مركز قوي. بيكسب اخر اسبوع؟ ها؟ لا بس الثعلب بينتش في اخر 5 لا 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 والله الاسبوع ده الاسبوع ده لعبك لغايه امبارح كان هو السابق جيت النهارده جيرو وويلر خلص الثعلب في الفينشنج عالي جدا ربنا يستر. مع ان الاسبوع ده عندي 2 ما لعبوش سايس واوتاماندي الاثنين ما لعبوش. فرقتك الاسبوع ده مين؟ الاسبوع ده كابتن مصر عندي لورس عمل ماتش عالمي عمل كلين شيت واثنين سيفز خد 10 نقط وبعدين ايجا من شيفيلد جاب نقطتين طبعا خسروا. عندي سايس ما لعبش مش عارف ليه مع انه كان بيلعب على طول واوتاماندي طبعا ما لعبش وعندي الاحتياطي ما لعبوش فما خدش ولا نقطه خالص في الديفنس. مارسيال كنت حاطه كابتن عمل جون فخد 10 على الاسيست. دي بروين عمل جون 6 نقط صلاح 5 نقط ويليان عمل جون مع تشيلسي جرينوود النهارده واخد جاب جون وخد بونص وجيرو جاب جون وخيسوس جاب نقطتين كل ده 53 نقطه زي ما بقول لك عندي 2 ما لعبوش ميدو فريدك الاسبوع ده بص بقى دخية طبعا دخية مش شايف دخية مش شايف وموقوف وعمال يدافعوا عنه يعني بص ايه انا دايما في الانديه الكبيره بعرف ان 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 اللعيب الكبير لما بيغلط دايما بيبقى فيه انتقادات لكن بول سكولز بيدافع عنه طبعا سولشاير بيدافع عنه كل الليجندز بتوع مانشستر يونايتد بيدافعوا عنه حتى شمايكل نفسه بيتر شمايكل كل اسبوع يطلع يدافع عنه فغريبه جدا يعني وعنده مشاكل كبيره جدا طبعا ضد تشيلسي خطأين اوريه توتنهام 6 نقط من الكلين شيت وبرتراند من ساوثهامبتون 6 نقط شيفيلد لانسترام نقطة واحدة خط النص انطونيو طبعا وست يعني انطونيو اون فاير شغال كويس قوي 9 نقط هدف بلس 2 بونص دي بروين مانشستر سيتي 6 اسيست صلاح ليفربول 5 عمل اسيست وتراوري ادما تراوري وولفرهامبتون خد نقطتين بس رغم ان هو دايما بيجيب نقط كتيرة جدا خيمينيس من وولفرهامبتون 10 نقط كابتن وعمل اسيست اوباميانج ارسنال 2 وايو كريستال بالاس 2 صلاح حاسم النهارده في مباراه يعني في اهداف كتيره جدا وكان اكيد عنده طموحات كبيره وبعد التهامات ان هو بيلعب على الاهداف ويلعب لنفسه ولكن دون احراز اهداف بص يعني الاول اكيد يوم مهم جدا جدا في ليفربول ان ليفربول بياخد الدوري بعد حوالي 30 سنه صلاح بيتوج ببطوله الدوري في الماتش كانش موفق وهو طالع حتى شكله زعلان لكن ما اول ما الماتش خلص والتتويج واللحظات وكيني دالجلش مش عارف والناس كلها واقفه وبيسلموه الميداليه اللي بقى لهم 30 سنه بيحلموا بيها اكيد الامور مختلفه تماما يعني اول مصري يفوز بالبريمير ليج طلع بالعلم المصري شكله حاجه تنورنا وحاجه تشرفنا ان البريمير ليج في واحد مصري بيأدي بهذا الشكل يعني انا شايف موسم جيد جدا اي نعم ما خدش الهداف لكن ممكن ان شاء الله حد يعدي ال 20 جون لو لعب الماتش الجاي وجاب جون ولا حاجه يبقى جاب 20 جون في 3 مواسم ورا بعض يعدي ال 20 جون لو جابها يعني حاجه كبيره جدا اكيد موسم مهم مش الاحسن لصلاح لكن الاحسن كجماعيه ان هو خد بطوله الدوري اللي هي حلم الجماهير ليفربول الناس بقى لها من اول ما بريمير ليج اتعمل 92 ما خدوش يعني من زمان جدا سنه 92 ما خدوش الدوري اساسا من اول ما بريمير ليج اتعمل ما خدوش الدوري اول مره بياخدوا الدوري تحت مسمى البريمير ليج على الرغم ان هم كانوا الاكثر زمان حصولا على الدوري الانجليزي فبالنسبه لهم اكيد حدث كبير ساهم فيه بشكل قوي جدا صلاح يعني
ازهى عصور ليفربول هي الوقت اللي فيه صلاح وماني وهذا الجيل الذهبي اللي خد شامبيونز ليج وخد دوري الانجليزي. يعني طيب المصريين واضح ان الاسبوع ده اسبوع سعيد، يعني صلاح كسب الدوري، حجازي بيعود بيرجع تاني للبريمير ليج، تريزيجيه برضو عنده امال يفضل عمل امبارح مباراه الحقيقه رائعه. يعني طبعا تريزيجيه مركز جدا وبيشتغل كويس جدا، وسبب رئيسي في ان هو يجيب 6 نقط لفرقته في وقت صعب جدا قدام كريستال بالاس هدفين، وقدام الارسنال جاب جول حلو قوي قوي لطشها صعبه جدا في الزاويه الضيقه، وورك ريت عالي جدا يا سيف في اخر الماتش، بيضغط وبيشتغل وروحها عاليه جدا. وانا بقول ان المرحله دي مهمه جدا لتريزيجيه، لان حتى لو استون فيلا هبط وده ما نتمناهوش. انت كان ليك وجهه نظر ان ينزل معاه؟ لا، ان هو ينزل معاه يفضل يلعب درجه ثانيه. انت كان الحلقه اللي فاتت لا كنت بقول ان هو لو نزل معاه مش عيب. انما انا بقول ان التالق ده والطريقه اللي بيلعب بيها هيديله فرصه. هيبقى عنده فرص ان هو هيجي له انديه ثانيه في الميد تيبل في البريمير ليج، اكيد هيجي له انديه زي برايتون، هيجي له انديه زي الانديه اللي هي المستقره بشكل كبير، هو يظهر معاهم بشكل افضل. حجازي قصه كفاح كبيره جدا على فكره. حجازي جاله اصابات صعبه جدا في ايطاليا وراح كذا اعاره واشتغل ونزل درجه ثانيه وجاله اصابه مع ويست بروم في بدايه الموسم، لكن بيليتش بيعتمد عليه بشكل كبير وكان ليه دور كبير جدا في صعود ويست بروم ان هم يصعدوا في المركز الثاني في الدايركت بروموشن من غير بلاي اوف. النهارده يمكن كان الحظ واقف معاهم شويه، لكن بيليتش مدرب كبير وويست بروم فريق من الفرق العريقه في ميدو. برضه عايز اقول لك حاجه، الماتش اللي فات مش ده اللي قبليه كان هو كابتن الفرقه. انت لعبت في انجلترا برضو، يعني مش سهل انك تاخد كابتن الفرقه مش سهل. يعني وبرضه هناك مش بالاقدميه صح؟ مش زي عندنا بالاقدميه بالكاركتر بتاع اللعيب. هو ياخد، شايف ان هو ليدر، شايف ان هو مسؤول، وشايف ان هو تعرف بيليتش كان سنتر باك، كان كابتن ويست هام، كان يعني عارف ان المهم ان القائد الدفاع يبقى كابتن، واحد من كباتن الفريق. وحجازي بصراحه كريم مشرف. هو انت الكابتن معاني نظريه ان هو يكون يعني كاركتر ولا هو يكون اقدميه؟ بص، في اوقات كتيره جدا كمدرب لما تغير السيستم بتبقى مخاطره كبيره جدا، لان ده ممكن يقلب اوضه اللبس عليك. ودي انا جربتها في وادي دجله. ممكن انا في وادي دجله كان مثلا كان السيد سالم هو المفروض يبقى كابتن الفرقه، لكن انا ما شفتش ان السيد سالم عنده مواصفات شخصيه قائد اوضه اللبس، فشلتها وديتها لعبد المنصور. عملت فوتنج، عملت تصويت ما بين الفريق، وعبد المنصف هو اللي كسبها. كسرت سيد سالم، انا بديك على ليفل مختلف، لكن كسرته وخسرت السيد سالم فنيا بشكل كبير في بعض الاوقات، لان ابتدت اللعيبه ان هي، انت عارف اللعيبه المصريين عامله ازاي حسب المكان اللي انت فيه. انا بشوف ان في مصر لما بالادميه عشان ما تغيرش السيستم، بره ممكن تعمل حاجه مختلفه. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على الدوري الانجليزي اللي جاي وعلى صلاح بيفكر في ايه، تريزيجيه، حجازي بعد الفاصل. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن عازم اهلا يا جماعه، بسرعه الكابتن هينديلي على الجبس. سلامتك اطردسك؟ دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره، تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم؟ ما تقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيي. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. قال يعني ايه يا كابتن الدول انفرتور ده؟ اقول لك ايه الاسرع، تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ الاثنين طبعا. هو ده الدول انفرتر، كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء، وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر. تكييفات ال جي بايدين اتنين، واي تكييف تاني بايد واحده. بالظبط. سوفونير بقى يا كابتن على الجبس. القلم يا مستعجل يا مغاوي، خليها في ايدك التانيه بقى. يا كابتن القلم يا جماعه، ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر، تكنولوجيا توفر. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس،
هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا ايه يمنعنا طول يا نهار للفرحانين اللحظة الحلوة لازم تتعاش واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تغيب تغيبي بلاش طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة نرجع تاني ونتكلم على توقعاتنا في الهبوط ومين اللي هينزل هل تريزيجيه هيكمل هيقدر يكمل بمستوى ده حازم ولا هينزل والله بص يعني قلوبنا مع تريزيجيه والمحمدي و ليتلي يعني هما الأحسن يعني ماتشاتهم حتى ماتش ايفرتون كان خلاص هيكسبوا دخل فيهم جون في اخر دقيقه تعادل الماتش ده كان ممكن يفرق معاهم جدا احسن من بورموث انا شايفهم طول الموسم احسن بكتير بورموث السنه اللي فاتت كان كويس جدا السنه دي كميه اخطاء دفاعيه وكميه اهداف في مرمهم كتيره جدا 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 حتى كينج او اللعيبه اللي بتلعب قدام مش في نفس حالتهم الهجوميه تماما استون فيلا احسن بكتير السنه دي ماتش ارسنال في ملعبهم ماتش صعب هيلعبوا وستها متعادل النهارده مع مانشستر يونايتد وبالتالي خلاص ضمن البقاء رسمي مش بس فرق اهداف لا كمان نقاط خلاص هو 37 نقطه وبالتالي او يعني عدى النقط ان هو حتى لو كسب استون فيلا مش هينزل برضه لكن الامور دي في انجلترا مش 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 مضمونه ان هو انا كسبت فخلاص الماتش بالنسبه له هيسيبه لا يعني هتلاقي برضه بيلعب ماتش صعب وستهام اخر اربع ماتشات بيكسب فيها كل الماتشات عامل سكور كويس جدا بيجيب جوان في كل الماتشات فرقه صعبه لكن وجهه نظري اعتقد ان هو استون فيلا هيقعد لان بورموث عنده ارسنال في ارسنال واتفورد عنده ارسنال في ارسنال واتفورد ضيع فوز ضيع يعني يمكن واتفورد هو اللي اتظلم شويه ان واتفورد يستحق احسن من كده واتفورد ماتش مانشستر سيتي الاسبوع ده سيف هو اللي نزله لو كان خسر 1-0 فقط او 2-0 كان ممكن الامور بالنسبه له يبقى هو الاحسن في النقاط في عدد الاهداف يعني 4-0 دي خلاه ماينس 1 عن استون فيلا فده برده خلى استون فيلا تركب شويه الامور متهيألي ارسنال صعب يخسر ماتشين ورا بعض خصوصا الماتش كمان هيبقى في ملعبه وهيبقى اخر ماتش قبل فاينل كاس انجلترا اللي وصل له فمتهيألي استون فيلا واتمنى يكون استون فيلا يعني هو اللي يستنى يعني ميدو شامبيونز ليج هو انا الاول عايز قبل الشامبيونز ليج عايز يعني اتوقع موضوع الهبوط انا عن نفسي ما اتمناش كده لكن اتوقع هبوط استون فيلا انا متوقع ان استون فيلا هي 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 هيخسروا من ويست هام وواتفورد هتعادلوا مع ارسنال يعني انا حاسس ان ده اللي انا حاسه يعني
وانا بقول ان في الكوره في علامات يعني. التعادل بتاع ايفرتون اخر دقيقه دي انا محسسني ان ممكن الدنيا تلخبط معاهم. ما نتمناش كده طبعا، نتمنى ان هم يبقوا لان استون فيلا ما ننساش ان الراجل الملك ان الراجل المصري ناصر ساويرس، غير ان 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 وجود تريزيجيه والمحمدي اكيد. الشامبيونز ليج يعني منافسه كبيره، لكن على فكره تشيلسي ممكن لغايه دلوقتي ما يطلعوش، ممكن لا يطلعوا الشامبيونز ليج ويطلعوا في اليوروبا، في اليوروبا ليج. المنافسه كبيره جدا ما بين تشيلسي كام؟ تشيلسي 63 نقطه باين. تشيلسي ممكن ما يطلعوش الشامبيونز ليج في حاله ان ليستر يتعادل مع مانشستر. ما في واحد هيطلع من مانشستر يونايتد وتشيلسي. لو ليستر اتعادلوا الماتش الجاي تشيلسي بره. ما تشيلسي عنده ماتش ممكن يكسب فيه برضه. ما انا كلهم ناقصين ماتش. النقط كام دلوقتي؟ كلهم شبه كلهم 63 59 58 63 62 63 62 63 62. ده قريبه قوي. اي حاجه ممكن تحصل. لا هو المشكله ان ليستر هيلاعب مانشستر يونايتد في ليستر. ده ماتش هو ده اللي هيحدد يعني. تشيلسي لو تعادل ماتش خلاص وصل يعني، لان حد من التانيين هيكسب او يتعادل هو عدى يعني. برضو الدوري يعني برضو في المؤخره الدنيا قريبه بشكل لا وحظ. لا الحلو بقى في ماتش مانشستر يونايتد ان هو ده الماتش فرقتين بينافسوا بعض وهم هيلعبوا بعض. الماتش ده هيبقى ماتش ضرب نار، ضرب نار فعلا. الاثنين لازم يكسبوا، او على مانشستر يونايتد ما يخسرش، والتاني ليستر لازم يكسبه في ملعبه. وبصراحه ليستر الدور الثاني لا يستحق تمام الشامبيونز ليج. ليستر كان في وقت من الاوقات ثاني الدوري الانجليزي بعد الكورونا، حاله غريبه جدا جدا جدا، وحشين جدا. ماتشات كتير قوي بيخسر، خسروا من بورنموث 4، خسروا من بورنموث خلاص هينزل درجه ثانيه، وده لسه من اسبوع على فكره مش من زمان يعني. لا ليستر بعد الكورونا في يعني وضع مختلف تماما تماما عن قبل الكورونا. كان قبل ازمه الكورونا كان ماشي بشكل كويس جدا، فرقه متماسكه جدا، روجرز عامل فرقه كويسه قوي. فتفتكر ماتش سيف كسبوا فيه 7، كان ماتش ايه؟ ليستر كسب 7 ساوثهامبتون. ماتش كان يعني من الماتشات الثقيله لليستر سيتي السنه دي، عمل سكور كبير جدا، عنده هداف الدوري. لكن الدور الثاني او بعد